بتقطع ولما بتصلي بتسرح. اللي بيصلي ويقطع هيسرح ليه؟ لان مش ملتزم على طول بالصلاه. فاحنا عاوزين بس، عشان الصلاه دي مهمه جدا، الصلاه دي بتغير الانسان من الداخل. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فليقيم الصلاه على وجهها الحقيقي من حيث الاركان ومن حيث الخشوع، وهذه الاشياء بتؤثر في نفسيته من جوه وبتؤثر في اعماله، حتى تعامله مع الناس بيكون تعامل كويس. فعشان انت مش مركزه وسرحانه في الصلاه بتقطعي في الصلاه ليه؟ ما انا مش حاسه بلذه في الصلاه. لو شعرت بلذه المناجاه مع الله وانني في لقاء مع الله مش هقطع الصلاه ابدا. فانا عاوزك تركزي شويه كده، وكل ما تحاولي تسرحي يعني ولا حاجه تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واوعي تقطعي الصلاه احسن، دي الصلاه دي اهم شيء في حياه الانسان، او من اهم الاشياء في حياه الانسان. طيب يا